فلتعلم أن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابن القيم عنه فيما نقله عن أبي عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع أنه قال: لا يفتي إلا من توفرت فيه خمس صفات. رابعة من صفات المفتي أن تكون له كفاية، وإلا ما بغاه الناس، تكون له كفاية من المال حتى يستعين بهذا المال بإذن الله على أن ينشر العلم. قال: فإنه إن احتاج إلى الناس وبقدر ما يأخذ منهم بقدر ما يمضغون عرضه وعلمه. قال: فإن احتاج إلى الناس، قال: فإن احتاج إلى الناس رأى أن علمه يموت وهو ينظر إليه.